اهلا بيكم في الدرس الثالث من كورس الفوتوشوب. النهارده هتكلم عن الموضوع مهم جدا وهتتعرضوا له طول ما انتوا يعني بتشتغلوا في الفوتوشوب او اي حتى برنامج تاني، وهو الايمج ريزوليوشن. ريزوليوشن او دقه الشاشه. يعني ايه ريزوليوشن؟ عشان نفهمها بالتفصيل تعالوا ناخد الصوره دي. الكورس بتاعنا كل الفايلات اللي بنشتغل عليها انا هديكم ان شاء الله نسخه منها عشان تبقوا ماشيين معايا بنفس الطريقه. بنفتح الفوتوشوب بتاعنا، خلينا نشتغل عليها تاني. هي 2015، لو فوتوشوب سي اس 6 برضه هقول لكم ايه الفروق. فروق يعني مش كتير. نجيب الصوره دي ناخدها ونشدها كده نرميها في الفوتوشوب. انا دلوقتي عايز اشرح لكم ايه هو الريزولوشن عشان ناخد فكره عن الريزولوشن بتاع الصوره دي. ادوس على كنترول 0 عشان اكبرها. عايز اشوف الحجم الحقيقي ادوس كنترول 1. ده الحجم الحقيقي، قلنا قبل كده ان هو الحجم اللي بعده لو عملت زوم اكتر من كده كنترول بلس اهو هبتدي اشوف البيكسلز وتبتدي الصوره تتشوه. اهي يعني انا عايز الحجم خليها كنترول 0 عشان املى بيها الشاشه. نروح على ايمج وادوس على دوبليكيت. دوبليكيت يعني بعمل دوبليكيشن او بدبلر الصوره، هعمل نسخه تانية عشان اقلل الريزولوشن بتاعتها ونشوف الفرق. هو هنا بيقول لي هي الصوره اسمها تشات ستيكر 3، انا هخليها تشات ستيكر كوبي او ممكن تختار لها اي اسم تاني. انا هقول اوكي هيطلع لي هنا. هدبلر الايمج بتاعتي او الصوره مره ثالثه، يعني دوبليكيت من ايمج وبعدين دوبليكيت، كرر نفس الاسم وبعدين كوبي جنبها كوبي 2، اقول اوكي. كده هبص على التبات اللي فوق عندي ثلاثه، خلي كلها ادوس كنترول 0 على كل واحده عشان اوحد الفيو هاي بتاعتي. تعالوا على خلوا اول واحده زي ما هي، مش هغير فيها حاجه. نروح على تاني واحده اللي في النص دي وهدوس على ايمج، بعد كده ايمج سايز حجم الصوره. هنلاحظ هنا في شوية بيانات اللي يهمني منها العرض الويدث اللي هو العرض والهايت اللي هو الطول طبعا، جنبهم اليونت اللي هو او وحدة القياس اللي هو بيقيس بيها. انا عندي هنا بيكسل، لو انت ممكن يكون عندك حاجة باي ديفولت مختلفة لو عايز تغيرها هتلاقي في اول حاجة بيرسنت النسبة، بيكسل طبعا ده البيكسل اللي بتتكون منه الصورة، الانش اللي هي البوصة، سنتيمتر، مليمتر، بوينت. بوينت دي حاجة اصغر شوية من البيكسل، الباقي حاجات ما يهمناش قوي. ده الحاجات المشهورة والاهم. خلينا بس ناخد فكره، يعني نعمل كانسل دلوقتي عشان نفهم يعني ايه بيكسل. لو عملت زوم، كل ما بعمل زوم للشاشه لو بصيت تحت على الشمال هلاقي النسبه هنا مثلا 169%. كل ما زوم كل ما الصوره بتبكسل او تتشوه بالشكل ده. لو عملت زوم اكتر لغايه ما اوصل لكده دي هلاقي مربعات صغيره، كل مربع هو ده بيكسل. يعني ايه بيكسل؟ ده بالنسبه للصوره. بالنسبه للشاشه بتاعتي اعمل كنترول 0، شاشة الكمبيوتر كل شاشة ليها ريزولوشن معينة. أحددها إزاي؟ أروح على الديسكتوب، أنزل تحت خالص على اليمين أعمل كليك، أجيب الديسكتوب بتاعتي أعمل كليك شمال وبعدين بيرسوناليز. دي ويندوز 8 أعتقد، ويندوز 7 يعني هي نفس الموضوع مش فارقة كتير. وبعد كده أنزل هنا عند الديسبلاي، وبعد كده عند أدجست ريزولوشن. الريزولوشن بتاعتي هنا في الشاشه بتاعتي 1920 في 1080، دي شاشه تقريبا 15 بوصه. الديفولت او المعتاد في الشاشات ال 15 بتاعت اللابتوب، يعني ده لابتوب، بتكون 1366 في 786 تقريبا. حتى لو نزلت تحت شويه هي هلاقي الريزوليوشن المعتاده. هي دي ايه 1366، ده عدد البكسلات يعني من اقصى اليسار اول نقطه على الشمال لاقصى اليمين، عدد البكسلات كلها التوتال بيكون 1366. وطبعا من فوق لتحت هنا العرض. انا عندي الموضوع اعلى شويه، 1920 في 1080 دي كده ال اتش دي او الهاي ديفينيشن اللي هي بيكتب لك باختصار 1080، بس قال 1080 ده العرض. هي الهاي ديفينيشن هي 1920 في 1080. الفكره ان انا عندي في البوصه الواحده عدد بكسلات اكتر شويه من بقيه الشاشات المعتاده. نفس الحكايه بالنسبه للموبايلات، يعني برضه هتلاقي بس طبعا الارقام في الموبايل مختلفه. انما جوده الصوره بتاعت الشاشه، انا دلوقتي بتكلم على الشاشه مش على الصور، سواء شاشات الكمبيوتر او الموبايل، بيكون كل ما عدد البوصه الواحده فيها عدد بكسلات اكتر كل ما كانت الشاشه شكلها افضل. كنسل، نقفل دي، نرجع للفوتوشوب. طيب تعال نخلي الريزولوشن بتاعت الصوره دي اسوء من كده شويه. نفتح تاني الايمج بتاعتنا، ايمج سايز. انا عندي هنا بالنسبه للصوره دي 939 في 1152، ده عدد البكسلات الموجود عندي. هننزل تحت شويه هنلاقي حاجه اسمها ريزولوشن. ايه ريزولوشن؟ تفرق ايه؟
دي عدد النقط في البوصة الطولية مش البوصة المربعة. خلي بالك عشان النقطة دي أحيانا بتلخبط ناس شوية، لا في ناس بتفتكر إن هي كام نقطة في البوصة المربعة، لا هي كام نقطة بيسموها لينير انش يعني في البوصة الطولية. كلمة الريزوليوشن دي ما تهمكش إلا لو أنت هتاخد الشغل ده وتطبعه. إذا كانت البرينتر بتاعتك تقدر تجيب الريزوليوشن دي، وهي غالبا يعني معظم البرنترات تقدر، فهي هتطبع بالريزوليوشن دي. يعني في كل خط يعني في كل بوصة طولية هيحط البرنتر هتحط لك 300 نقطة. طبعا دي هتخلي جودة الشاشة كويسة جدا جدا. لكن لو انت بتشتغل بتعمل شغل عشان يطلع للويب، او مثلا تحوله لفيلم موفي يعني هتحرك الشغل ده هتعمله انيميشن، او ببساطة هتعرضه على شاشة الفيسبوك مثلا، على شاشة الكمبيوتر يعني، او على ويب، مش هينطبع. فمهمكش، انسى بقى كلمة ريزولوشن دي، مش هتفرق معاك تماما. اللي هيفرق معاك هو عدد البكسلات، يعني هنا 939 العرض في الطول، هو ده اللي هيفرق معاك. وكل ما يكون طبعا العدد اكبر والشاشة اللي هتعرض عليها في حدود يعني العدد ده على شاشة 15 بوصة زي اللي عندي بتبقى الصورة جميلة جدا. لو الشاشة اكبر من كده بكتير، لا طبعا وانت هتملى الشاشة محتاجة اكتر من كده. هي يعني نسبة وتناسب. طيب تعالى نغير شوية في الأبعاد بتاعتنا دي. في هنا هتلاقي علامة لينك اللي ما بين العرض والطول، لو دوست عليها هنا تقدر تغير العرض والطول منفصلين عن بعض. يعني هنا مثلا لو 900 دي خليها 500، هتلاقوا هنا جوه الدايلوج بوكس ده شاشة تانية صغيرة ممكن أتفرج عليها. طبعا هو مش هيفعل لي الكلام ده في الصورة الحقيقية إلا لما أقول أوكي. يعني تعالى نعمل أوكي، بصوا شكلها مبعج إزاي، لأن أنا خليت الطول منفصل عن العرض. طب نعمل كنترول زد عشان نرجع في الكلام ده، بعدين نرجع للايمج تاني، ايمج سايز. هرجع تاني اخلي الاثنين دول مرتبطين ببعض. لو خليت هنا بعد ما ربطتهم ببعض العرض ده 500، بص حصل ايه، الطول اوتوماتيك اتحول ل 600. هنا لو قلت اوكي هنا صغرت الطول زي العرض. طيب اعمل كنترول زد ارجع تاني. بالمناسبه لو اي حد يعني بيشتغل معايا، انا افضل الناس عشان تتعلم كويس تمشي معايا خطوه بخطوه. لو في حد اتلخبط والدنيا باظت منه، يعني يفضل ان هو حتى يقفل الموضوع كله ويعيد من الاول تاني. لو عمل مثلا كنترول زد وحصلت غلط في حاجه، اتلخبط في اي حاجه. طيب نرجع تاني ايمج سايز، وبعدين ايمج سايز. انا ممكن طبعا اتحكم في الريزولوشن على طول، يعني بدل ما اقلل الطول والعرض الريزولوشن دي مثلا خليها بدل 300 خليها 50. بص لما غيرت في الريزولوشن هو غير لي اوتوماتيك في الطول والعرض. تعالوا بس نرجع نخليها 300 تاني، خليها 300 تاني. عايز اعرف هو انا لو طبعت الصوره دي، لو انا عايز هطبع الملف او الصوره دي وعايز اعرف حجمها هيكون قد ايه، اعرف منين؟ ادوس على بيكسل واخليها مثلا حاجه انش او سنتيمتر، خليها سنتيمتر. دي 7 سنتي وشويه اهي زي ما انتم شايفين في 9. ده لو طبعت على الريزوليوشن 300 ده هيبقى حجمها، خليها 50. الطول او العرض هنلاحظ ان هما ثابتين ما اتغيروش. ليه؟ ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الصوره شكلها هيبقى حجمها، يعني لو هطبع على نفس الطول والعرض دول مش هغيرهم، شكلها هيكون اسوأ بكتير. ازاي؟ تعالوا نقول اوكي. هو طبعا صغر لي حجمها، لو عملت كنترول زيرو دي الريزولوشن بتاعتها هتبقى عامله كده. طيب تعالى نشوف نقارن دي ما بين الصوره اللي فاتت. ايمج سايز سنتيمتر خليها بيكسلز 156 في 192، بعد ما كانت كام؟ 900 وشويه في 1000 وشويه لو انت فاكرين. تمام، بصوا هنا ادي الفرق. دي صوره ريزولوشن بتاعتها عاليه ودي ريزولوشن بتاعتها قليله جدا. طيب احيانا بتلاقي مثلا على الفيسبوك او في اي مكان جاي لك صور ريزولوشن بتاعتها سيئه جدا، او حتى يعني صور لو ليك انت او لحد معرفه او كده، او حتى صور هتستخدمها في الشغل. هل لو انا عملت اب سامبلنج، يعني لو انا زودت عملت هاي عليت الريزولوشن، هترجع بنفس الجوده؟ لا طبعا. طب تعال نشوف الكلام ده في الصوره الثالثه. نطلع ايمج سايز خلي دي 50، اقول له اوكي، خليها تملى الشاشه كده تاني، ولا خليها يعني طيب خليها حجم الحقيقي اللي هي كنترول واحد. تعالوا نرجع تاني للايمج سايز واخلي دي 300 زي ما كانت. هو حتى رجع لي عدد البكسلات والطول والعرض زي ما كان الاول، اقول له اوكي. رجع تاني كده، تخيل ادوس على كنترول زيرو. بصوا بقى الفرق بين التلاتة. دي الصورة التالتة، لو رحت على الصورة الأولى خالص بصوا الفرق، طبعا الفرق كبير جدا والصورة التالتة أفضل بكتير أوي.
هي طبعا هي احسن شويه يعني، دي الصوره التانية اهي، الصوره التالتة بقت افضل شويه، بس التفاصيل يعني مشوشه شويه، او زي ما يكون بلورد او بهتانه. طبعا هو بيعمل ايه، بيجي هنا ما بين الجزء اللي هو مشرشر ده مسنن، ويحط يعمل افريج، يعمل متوسط، يحط بيكسلات ما بين كل سنه والتانيه، ويعمل متوسط وناعم، يعمل سموزنج للخط ده على قد ما يقدر الفوتوشوب بيعمل كده، لكن ما يقدرش طبعا يرجع زي الصورة الأصلية. النقطة التانية المهمة هو أنا عايز أعرف بالظبط بدقة، وأنا على شاشة الكمبيوتر، هو الصورة دي لو أنا طبعتها حجمها هيكون قد إيه؟ النقطة دي يعني متلخبط شوية، لأن فيها كذا عامل. أول عامل هو الريزولوشن بتاعت الشاشة اللي أنا شغال عليها بتاعت الكمبيوتر بتاعي، دي نقطة مهمة جدا وبتتحكم في حجم الصورة الحقيقية. نقطة تانية طبعا هي الريزولوشن بتاعت الصورة نفسها. ابسط حاجه عشان اقدر اوصل للموضوع ده، انت هتلاحظه هنا في فوق رولر او مسطره. المسطره دي جت ازاي؟ جت من فيو، روح على فيو، انزل تحت شويه هتلاقي رولر يعني مسطره. انا عامل عليها تشيك مارك، لو انت مش عندك اعمل عليها كليك عشان تعمل علامه صح، هتظهر لك المسطره دي. هتلاحظ ان هي عندي بالسنتي، لو عندك مش بالسنتي، بالانش او بيكسل او اي حاجه تانية غريبه، اعمل عليه كليك يمين على اي حته فيها. لو هي مش بالسنتي خليها بالسنتي عشان بس تفهم الابعاد هتبقى عامله ازاي. دلوقتي عايزين نعرف لو انا طبعت الصوره دي حجمها في الحقيقه هيبقى قد ايه. هتلاحظوا ان هنا السنتي انا عندي في الشاشه يعني، او انتوا لما تجربوا الموضوع ممكن يكون مختلف عني، لان انا شاشتي الريزولوشن بتاعها اعلى شويه، لكن انا عندي الحجم السنتي مش ده الحجم الحقيقي. طب اعرف منين؟ اروح اجيب مسطره، مسطره عاديه من عندك في البيت، او اللي هو القياس بتاع المتر ده، وحطه قدام الشاشه، حطه قدام المسطره الرولر بتاعت الفوتوشوب، وصغر شويه يعني. لو عملت الت، دوست الت وعملت نزلت بالساقيه، عملت سكرول تحت بالساقيه عشان اصغر شويه، هتلاحظوا ان حجم السنتي هنا بيصغر. اقعد اصغر لغايه ما يبقى تقريبا قد حجم السنتي اللي عندي في المسطره اللي انا ماسكها بايدي. هو تقريبا كده يعني، انا تقريبا كده هو نفسه. هي بصوا، حتى لو انتوا فاكرين لما رحنا على الايمج سايز كان حجمها كان 7 سنتي وشويه، في 9 وشويه اهو، ده تقريبا الحجم. لما الحجم اللي عندك في المسطره يبقى بيساوي للحجم السنتي اللي عندك على الشاشه لما تطبع، يبقى الصوره تقريبا هتطلع بالشكل ده. لو عايز طبعا تكبرها روح تاني على ايمج سايز، ايمج سايز ايه، اكبر شويه، ممكن اروح على السنتي على طول، سنتيمتر، عايزها مثلا تبقى العرض 10، هو اوتوماتيك طبعا زود لك الطول خليها 12. ده الحجم الحقيقي، طبعا ممكن اكبر واصغر بقى زي ما انا عايز. وطبعا كبر لي بس ما حصلش تشوه ولا حاجه، لان يعني انا كبرت حاجه بسيطه، لكن لو كبرت كتير قوي الموضوع يعني مش بيبقى بنفس الجوده. حاجه اخيره هقولها لكم في الموضوع ده عشان بس نفهم برضو، تعالوا نعمل فايل وبعد نيو، هنفتح ملف جديد. خلي الملف ده الطول والعرض بتاعه يبقى 100 بيكسل، يعني لو دي عندك مثلا بالانش او بالسنتي، لا دوس على بيكسل عشان تبقى بيكسل، وخليها 100 في 100. وعايز الريزوليوشن بتاعتك تصغرها جدا، عايز الملف يكون رديء وشكله يعني مش حلو، معلش عشان بس نفهم، خليه 25 بكسل في البوصه. انا ممكن اخليه في السنتي اهو، لو دوست على دي ممكن اخليه السنتي، بس معلش انا مش عايز ده دلوقتي عشان الوحده المعتاده هي البكسل على بير انش، او يعني بكسل لكل بوصه طوليه، اخليه كده عشان ما الخبطكمش، واقول اوكي. ده مربع ابيض بس عايز اديله اي لون، لو انت في الفوتوشوب سي سي هتختار لون من هنا من على البانل بتاعت الكلر، لو انت في سي اس 6 تعمل دبل كليك هنا واختار لون عشان بس يبقى لون باين، قول اوكي. وبعدين عايز الون الجزء ده، اعمل الت باك سبيس، راح طبعا ملون لي. بالمناسبه هو الالت باك سبيس بياخد لون الفور جراوند، فور جراوند يعني لون المربع لو تحت في الجزء ده، لون المربع اللي فوق. لو عملت كنترول باك سبيس اهو هياخد لون المربع اللي تحت اللي هو عندي ابيض. ارجع تاني اعمل الت باك سبيس عشان الونه احمر. الحجم انا قلت 100 بكسل في 100 بكسل ب 25 بكسل لكل بوصه، ده حجم هو تقريبا كده هيبقى تقريبا 2 سنتي او حاجه زي كده على المسطره فوق اهي. طيب انا عايزه بس يكبر شويه، هدوس كنترول زيرو عشان املى الشاشه. بصوا حصل ايه، البكسلات بانت، دي البكسلات اللي بتكون الشكل بتاعي. لو انا رحت هنا على المسطره عملت كليك يمين وحولتها ل انشز اللي هي البوصه، بصوا عامل ازاي. لو انا عديت المربعات الصغيره جدا دي، تعال بس نعمل زوم اكتر شويه عشان الموضوع يبقى اوضح، دي بوصه من اول زيرو، كلمه زيرو دي النقطه الرقم لغايه واحد،
لو عديت المربعات اللي هنا هيطلعوا 25 واحد زي ما انا حددت في الدوكيمنت بتاعتي، اهو 25 واحد. طيب لو عملتها حولتها لسنتي، هنا في كل سنتي في 10. ليه؟ لان البوصه فيها 2 سنتي ونص. يعني الكلام ده لو حد فاكر الكلام ده بقى مش عارف ثانويه عامه ولا خدناه فين، البوصه فيها 2 سنتي ونص، فدي في 10 بكسل في السنتي الواحد. انا دلوقتي لو رحت، تعالوا بس نصغر شويه الصوره عشان نخلي السنتي، لو انت معاك لسه المسطره عايز السنتي يساوي السنتي الحقيقي، يعني تقريبا حاجه زي كده تقريبا. لو انا رحت طبعت هتطلع بالشكل ده تقريبا، بالحجم ده. ممكن اصغر، لا كده اكبر شويه، اصغر شويه. تقريبا هيطلع بالحجم ده، وطبعا هتطلع في منتهى الرداءه. لو انت بتطبع على برينتر عاديه حتى مش هتظهر مربعات كده، هتظهر نقط، نقط صغيره جدا، هتبقى يعني تقريبا ولا كانها موجوده. بس انا حبيت ابين لكم عشان تفهموا الموضوع عامل ازاي. طب تعالوا نعلي شويه الريزولوشن بتاع الشكل ده، نروح على ايمج. بالمناسبه ده الحجم الطبيعي اللي هو تقريبا 10 سنتي. اروح على ايمج وبعدين ايمج سايز. لو هي بالسنتيمتر هي طلعت 10 سنتي في 10 سنتي، وبعدين لو عملتها بالبكسل هي 100 بكسل في 100 بكسل. لو عليت الريزولوشن خليتها الضعف، اروح هنا واخليها 50. بصوا ايه اللي حصل، ضاعف عدد البكسلات. طب لو رحت على السنتيمتر هو زي ما هو سنتيمتر، نفس الحكايه. اما ايه اللي حصل، انا هنا كثفت عدد النقط في كل سنتي. لو قلت اوكي، بص هو كبرها لي، لكن لو عملت كنترول زيرو عشان املى الشاشه، بص حصل ايه، بقى شكلها جميل. طبعا اختفت البكسلات، لان هنا في السنتي الواحد بدل ما كان عندي، طب بس نعمل زوم شويه، بدل ما كان عندي 10 بكسلات في السنتي الواحد، دلوقتي بقى عندي 20 بكسل في السنتي. طبعا ده فرق كبير. فلو عملت انا عايز اخلي السنتي يساوي، يبقى هو تقريبا نفس حجم السنتي الحقيقي، يعني حاجه زي كده. لو انا طبعتها طبعا هتبقى افضل بكتير جدا جدا من الشكل الاولاني. يعني اتمنى ان ده يكون اداكم فكره عن الموضوع. طبعا موضوع الريزولوشن احنا هنتعرض له كتير، يعني لسه اثناء الشغل بتاعنا ان شاء الله، بس لازم يكون عندك فكره مبدئيه عنه. حاجه كمان قبل ما اقفل، نرجع بس لاول صوره خالص، حجم الصوره وعلاقته بالديجيتال كاميرا او حتى بكاميرا الموبايل اللي عندك. لو رحت على ايمج سايز وبعدين ايمج سايز، العدد خلينا بالبكسل، العدد تقريبا 1000 في كنت عملت لها اب سامبلنج، فيعني خلينا نرجع للنقطه دي. ده الهيستوري بانل. لو رجعت تاني او حتى عملت كنترول زد، او ممكن نفتح الصوره ونجيبها من الاول وبعدين نجيب ايمج سايز، اهي نجيبها بالبكسل 900. دي الصوره اصلا كده هي عندي من الاول 939 في 1000 وشويه. تعال نضرب الطول في العرض، نجيب كالكوليتر. 939 في 1052 هيساوي 1,081,000 مليون بكسل في البوصة. هنا بقى دي البوصة مربعة، يعني في كل بوصة مربعة عندي مليون بكسل محطوط في المساحة دي. حجم الصورة معقول، هو مش كويس قوي لان الصوره كمان ما فيهاش تفاصيل كتير، فيعني لو شيء فيه تفاصيل اكتر هيبقى محتاج مساحه اكبر من كده. المليون ده ايه؟ هي دي الواحد ميجا بكسل. يعني لو في كاميرات القديمه بتاعت زمان دي لما كانت 1 ميجا بكسل تديك صوره بالحجم ده وبالدقه دي. دلوقتي احنا عندنا كاميرات بقت افضل بكتير قوي، يعني 5، بس هو بنفس التقريب. يعني لو احنا عندنا صوره فيها 2000 بكسل عرض في 2000 بكسل طول، هيبقى عندنا 4 مليون بكسل، يعني 4 ميجا بكسل. دي عشان يعني ايه تقرب لكم الموضوع شويه، تقدر تفهم لكم القصه دي. في هنا حاجه، هو لما انا ضربت الطول في العرض طلع مليون، لكن هنا طلع عندي 3 ميجا. ايه علاقه الايمج سايز بعدد يعني هنا 3 ميجا يعني 3 مليون 3 مليون بايت، ده حجم الصوره. ايه علاقته بطول العرض؟ هو ليه مش 1 ميجا بما ان هي يعني 1 ميجا؟ دي معلومه، يعني هي معلومه مش هتفرق كتير معانا في استخدام الفوتوشوب، لكن لو حد حابب يعرفها، هي الفكره ان كل 1 بايت
لون، كل واحد بيكسل يعني بياخد مساحة من الرامات 3 بايت من الرامات، فعشان كده بيدينا الحجم ده. بس عندي يعني المعلومات الرئيسية في الموضوع ده، ويتابعونا في الحلقة الجاية.